سؤال، ما حكم ترك صلاة الجماعة لعدم سماع الأذان؟ طبعا الأخ يشير إلى حديث من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل يا رسول الله وما العذر؟ قال الخوف أو المرض. فهذا الحديث يبين أن الضابط فيما يجب على الشخص بحضور الجماعة أن يسمع الأذان، وأهل العلم يذكرون أن يصعد هذا المؤذن وأن يكون صيت الصوت، يعني صوته مرتفع، وأن يصعد على سطح المسجد ولا يكون حوله عمارات أو بيوت تمنع انتشار الصوت، فبمقدار ما يصل الصوت يجب على هذا السامع حضور صلاة الجماعة. ولكن قد يكون هناك عارض يمنع سماع الصوت، وهو أنه في عمل وحواليه مطرقة أو ماكينات يعني تعمل فصوتها مرتفع، أو هو يعني سمعه خفيف، فبالتالي لا يكفي أن تتحجج بعدم سماع الأذان، لابد أن تقدر ما يقارب كيلو. إذا كانت مكانك أكثر من كيلو عن المسجد فأنت إن شاء الله معذور، لأني سألت شيخي علي الحلبي كم يقدر كيلو، قال من كان كيلو وزيادة فهو معذور. السلام عليكم. وبالتالي أولا وأخيرا ينبغي لك أن تفهم أنه لا بد أن تحرص كل الحرص على شهود الجماعة، لأن الصلاة في الجماعة ب27 درجة، وقد تكون هناك غفلة أيضا، لا يوجد ماكينات لكنه في بيت تسوية تحت الأرض، أو يتكلم مع إخواني وأصدقائي وأحبائي فلا يستمع إلى الصوت، فما الحل؟ هو لم في غفلة، والحل التخدير الذي ذكرناه قبل قليل. وأضف أن مما يعين على أوقات الصلوات الآن يوجد خلويات تنبه في كل موعد صلاة بمذكر ولا بصوت جرس، صوت عصفور، صوت. ولا ننصح بوجود صوت الأذان، لأن الأذان عبادة لا نضعها في أماكن غير التي أذن الشرع بها، ولا تكون نازلة على الخلويات، أن تكون مكالمات، صوت مكالمات واردة، صوت مكالمات مستلمة، لا لا، أو منبه أو ما شابه، لا، أذان عبادة تحتاج إلى نية فلا ينفع، هذا معلومة أخرى يعني. وبالتالي يستطيع أن يعرف أوقات الصلوات ويشهد الجماعة.